على طريقتهم الخاصة شارك عشرة الأطفال في احتفال نظم بمناسبة يوم الطفل في رام الله. طفلة تحتضن دميتها وهي تصورها شهيدة، هكذا يعبر أطفال فلسطين عن يومهم الذي غاب عنه اللعب لتحل الحرية والحماية وفلسطين على أفواه لا تتجاوز 5 أعوام. لأنه قتلوها جيش الاحتلال وهي صغيرة ما خلوها تكبر.